يعد الزليج أو الفسيفساء المغربي من بين أهم العناصر التي تزخر بها الصناعة التقليدية في الأسواق، فهو يعتبر الشكل الأكثر أصالة الذي حافظت عليه الأجيال ولم تستغني عن استعماله، سواء في المنازل القديمة والحديثة العادية أو الفاخرة، أو استخدامه في الرياضات السياحية والفنادق الضخمة، إذ يمكن اعتباره حلقة وصل مكملة للثقافة المغربية الأصيلة التي لا يمكن التجرد منها.